أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بعلمنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع إن شاء الله تعالى ما وقفنا عنده في اللقاء السابق، وقد بدأنا في الحديث في هذه السورة التي وصفتها أنها فريدة وصعبة حقيقة، إذ أنها تفردت بمفردات لم تجدها في القرآن قبل هذه السورة ولا بعدها. هذه سورة الطارق، ما تجد هذه المفردات إلا فيها. لذلك يعني يمكن أن يكون مشروع رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير ما تفردت به سور القرآن من مفردات أو كلمات أو مصطلحات، فتجد أن لكل سورة هوية. سبحان الله. فإنعاشا للذاكرة قلنا هذا الطارق ما ورد إلا هنا، ثاقب ما ورد إلا هنا، أيضا صلب، ترائب، السماء ذات الرجع، الأرض ذات الصدع، أيضا إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كل هذا ما ورد بهذه الصيغ إلا في هذه السورة رقم 86، 86 سورة الطارق. وصلنا في اللقاء السابق إلى الآية رقم 8، عندما قلنا يخرج من بين الصلب والترائب. لكن وأنا أقرأ حقيقة وقفت على قوله تعالى خلق من ماء دافق، فوقفت على النحو، لماذا لم يقل ماء مدفوق؟ لماذا قال خلق من ماء دافق؟ فهذا يفتح مجال للتفكير، ما الفرق بين أن يكون مدفوقا أو دافقا؟ الإرادة يعني عندما أقول كلغة عربية مدفوق اسم ماذا؟ مفعول. ودافق اسم ماذا؟ اسم فاعل. هو لم يقل أنه مفعول به، وإنما قال أن هذا الماء هو الفاعل. إذن ليس فقط الاستمرارية، وإنما أننا لا نملك في هذا الأمر شيئا من أوله إلى منتهى. هو يعني الفعل مخلوق في هذا المخلوق بذاته سبحانه وتعالى. لذلك تجد بعض الناس يعني يتزوج وصحته جيدة وصحة زوجته جيدة ولا يأتي الحمل، مع أن ماءه موجود وماءها موجود. هذا كناية عن ماذا؟ أن الأمر هبة من الله، كما قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تذكرني قصة أو حادثة استنتجت منها درسا، أن زميلا لنا قال أنا لا أريد أن أنجب بعد الزواج إلا بعد 5 سنوات، وهذا كان في 1992 أو 93 أو ما شابه. ويا إخوة للآن ينتظر، ما أنجب للآن، للآن. فكأنه درس، إذا كنت أنت من تحدد فحيها لا تفضل. لذلك الأهل العلم قالوا لا تؤخر المولود الأول بعد الزواج، لا تؤخر المولود الأول حتى يعني تعرف مداخل الأمر ومخارجه. إذن الماء هو يحمل في نفسه صفة الدفق، وليس بأمر الإنسان أو ليس بإرادة الإنسان. وتعلمون في الأحياء، من درس الأحياء، أن أكثر من
يعني مئات الملايين من الحيوانات المنوية تكون في هذا الدفق، ولكن بويضة المرأة لا تسمح إلا لواحد فقط من هذه مئات الملايين أن 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 يلقحها. وقال أهل العلم أنها تختار الأقوى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أو كيف تعرف وكيف تسمح له بالدخول؟ يعني هذه بويضة صماء، سبحانك يا الله، الله عز وجل ركب فيها شفرة زي الموجات تتخاطب مع هذا الضيف القادم، فإذا ما عرفت أنه الأقوى رققت جدارها من جهته في فترة وجيزة من الزمن، فيتنازل هذا الحيوان المنوي عن الذيل وعن العنق ويدخل فقط الرأس الذي يحمل فيه الصفات الوراثية الجينات، ثم بعد ذلك تبدأ عملية ماذا؟ التلقيح والانقسام وما إلى ذلك من تطور الخلق الإلهي سبحانك يا الله. يعني هذا بحر من المعلومات، وأكيد الدكتور ربحي يعلم تفاصيل هذا أكثر منا. لذلك من طرائف النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني الناس أنه كان في يوم الأيام مع أبي بكر الصديق جزاك الله خيرا، فوقفوا على امرأة، وكان حقيقة يعني الأمر فيه طلب، كانوا مطلوبين المسلمين في يطلبونهم، فما كان النبي يريد أن يقول أخبار، يقول معلومات، فسألها فأجابت، فسألته من أين أنت؟ من أين أنت؟ فقال أنا من ماء، أنا من ماء. فقالت أي ماء هو؟ ظنت هي أنه يقصد بئر ماء معينة، وكانت العرب تنتسب إلى آبار المياه فتسمي البلد باسم البئر، وهذا موجود في أيضا معركة بدر. لماذا سميت معركة بدر ببدر؟ قالوا لأن يعني من الأقوال التي موجودة، قالوا لأن صاحب تلك الأرض اسمه بدر، صاحب تلك الأرض اسمه بدر، وقيل لأن آبار المياه كانت مدورة كتدوير البدر في منتصف الشهر، وقيل لأن البدر يرى على صفحة ماء الآبار بشكل صافي من صفاء المياه بشكل واضح، فسميت المنطقة بدرة. إذن الناس كانت تسمي بأسماء آبار المياه لبيان مكانة الماء ومكانة المياه في حياة العرب في السابق. وحقيقة قصة هاجر عليها السلام لما يعني كانت مع وليدها إسماعيل عليه السلام وكانت تبحث عن الماء، لما وجدت الماء جاءت الأعراب تطلب منها المجاورة، وسبحان الله كانوا يستطيعون أن يجاوروها غصبا، لكنهم أبوا أن يغصبوا الماء من امرأة، فماذا قدموا لها؟ قدموا لها الثمن، وبهذا الثمن اعتاشت هاجر عليها السلام وأطعمت ولدها إسماعيل. إذن خلق من ماء دافق يخرج، إذن في خروج. هذا الماء إذا لم يخرج لن يتكون المخلوق الجديد وهو المولود. الآن سبحان الله من حكمة الله عز وجل أن الرجل الذكر ما دام حيا يخرج ماؤه مهما كبر، أما المرأة فالله سبحانه وتعالى كرامة لها حدد لها عدد البويضات. لماذا؟ هناك حكمة، ليس كذلك؟ تخيل لو أن بويضة المرأة تبقى إلى أن تموت، إذن ممكن أن يحصل حمل وهي في سن ماذا؟ متأخرة. فكيف تربي هذه بنت 80 أو 70 أو 90 أطفالا؟ لا تستطيع. فرحمة بالمرأة، لذلك لا نقول نحن أن هذا سن اليأس، هذه كلمة لابد أن تشطب من قاموس الأدب العربي، وإنما نقول سن الرحمة، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، أنت الآن أديت وظيفتك
وتبقين الآن معززة مكرمة تنقلين ثقافة الجدة إلى البنت والحفيدة وتستشارين في مثل هذه القضايا. لكن سبحان الله من الأشياء المضحكة اليوم صارت البنت توكل هم تربية الأبناء لمن؟ لأمها، هي مشغولة بسبب ظروف الحياة، فأصبحت الأم الكبيرة الآن تربي من جديد أحفادها كأنهم أولاده. هذا حقيقة شيء مؤسف، إذ لابد أن لا نكون كشباب يعني متكلين على الآباء الكبار والأمهات الكبار، وخاصة في الغربة هناك تواكل حقيقة، وقد يصل إلى الاستغلال، قد يصل إلى درجة الاستغلال، إنه البنت تستغل أمها بحجة أنها تعمل أو بحجة أن زوجها يعني يسافر كثيرا وهي معه دائما، أضع الأولاد عند أمي. طيب هذه الأم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تستريح، تحتاج إلى أن تذهب تزور صديقة، تخرج، أما أن تحبس مع الصغار أعتقد أن هذا ليس فيه من البر الشيء الكثير إذا كان فيه استغلال، وهو موجود وهنا يصلنا شكاوى. طيب يخرج، إذن لابد من الخروج، من أين؟ لاحظوا الآية، وأيضا وصف عجيب غريب، من بين الصلب والترائب. من بين الصلب والترائب، العلماء قالوا الصلب يعود إلى عمود الفقري للرجل الموجود في الظهر، لكن علماء الأحياء قالوا لا يخرج ماء الرجل من ظهره، فرد عليهم أهل البلاغة والتفسير يخرج من الظهر من جانب العصب، يعني الأعصاب المسؤولة عن إعطاء الأمر لذلك العضو لتكوين هذه السيالات يكون في ظهر الرجل، لذلك يكون في صلبه، ومعروف عند العرب نقول هذا من صلبي، يعني أنه من ذريتي. وهنا أسأل سؤالا، هل يصح أن نقول أن ابن البنت من ذرية أبيها أم لا يصح؟ وما الفرق بين أن نقول هذا من ذريته أو هذا ينتسب له؟ هل العرب تفرق بين هذا وهذا؟ أفتح المجال إذا كان هناك يعني من مداخلات، تفضل. تحديد الجنس يعود نعم، أنا لا أتكلم عن الجنس، نقول ابن البنت أبناء البنات، هل يصح أن نقول أنهم من ذرية أبيها أم لا يصح؟ أم فقط إذا كانوا أبناء الأولاد؟ تفضلي. لا يصح. طيب ليش يعني هنص؟ مريم عليها السلام بس ما نسب الذرية في الآية إلى عمران، نسب إليها، أنا لي ذرية، أنت لك ذرية، لكن هل ذرية البنت ممكن أن نقول أنها أيضا ذرية أبيها؟ يعني أعطيكم مثال آخر. نعم، هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث صحيح في البخاري ومسلم وفي كتب السنن، إن ابني هذا، وقصد الحسن إن ابني هذا، فذكر أنه ابن، لكن العلماء اختلفوا في هذا حقيقة، واختلافهم محير. تجد إخواني أن الله سبحانه وتعالى نسب عيسى عليه السلام إلى إبراهيم، لما قال ومن ذريته ذكر عيسى، ومعلوم أن عيسى ابن مريم ولا ينتسب إلى إبراهيم من جهة الذكور، لا ينتسب إلى إبراهيم من جهة الذكور. الذين خالفوا في هذا قالوا لا، لأن لو كان هذليا تزوج من هاشمية، هذليا تزوج من هاشمية، فهل أولادها يكونوا هاشميين أم هذليين؟ قال العرب تسميهم هذليين، لا يكونوا هاشميين. ف
فهناك خلاف عند أهل اللغة وأهل العلم بين هذا، ولكن بعض العلماء جمع بين الأمرين، قال نسبة الذرية إلى الشخص لا تعني أنه ينتسب إليه من ناحية النسب، يعني الحسن والحسين عليهما السلام نسبا ينتسبون إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب، ولكن هل هما من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم هما من ذريته. ومعنى الذرية؟ ما معنى الذر؟ الانتشار، الانتشار. فهو من جهة الأم، من جهة الأم كان سببا لعلاقته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الآية يخرج من بين الصلب، صلب الرجال، والترائب، منطقة صدر المرأة، لأن المبيض عند المرأة يكون في جانبي عظام الترائب مبيضين، وبالتالي بين هذا وهذا يخرج، على رأي من آراء العلماء. رأي آخر أنه الترائب هي عظام منطقة الحوض عند الرجل، والصلب منطقة العمود الفقري. أقوال كثيرة، لكن حقيقة هو دلالة على دقة المخرج، أن الله يصف من يخرج من بين، من بين هذا الهي البينية، دلالة على ماذا؟ الدقة المتناهية، وأنها عملية معقدة جدا جدا جدا. ولذلك يعني الإنسان يقف عاجز أمام الخلق هذا، ويقف عاجز أمام التصديق أن الخلق هذا سيخلق مرة أخرى، وهذا الذي جعل قريشا يعني بكل هذا العلم الذي عندهم ينكرون الإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟ معظم الجزء الذي نفسره أو نتبادل أطراف الحديث حوله في هذه الدورات عن إنكار قريش، لماذا؟ للقيامة، ليوم البعث. آيات كثيرة في القرآن جاءت تخاطبنا بهذا. من يحفظ من هذه الآيات مثلا؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا عِظَامًا، آيات أخرى ترابة، آيات أخرى رفاتة، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا إيش السؤال؟ ماذا سؤال؟ استبعادي، إنكاري، لا يمكن. وبالتالي آيات كثيرة كثيرة في القرآن. طب لماذا كفرت قريش بهذا؟ لأنه بعيد عن التصور الحسي. إحنا كمؤمن كيف آمنت بأن هناك خلق جديد؟ كيف نحن كمسلمين نؤمن أن هناك بعث؟ كيف آمنا؟ هل حسسنا؟ لا. هل رأينا؟ لا. هل جربنا؟ لا. وإنما وثقنا بمن قال، وثقنا بمن قال، كما كان موقف الصديق، موقف الصديق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لما حدث بحادثة المعراج وحادثة الإسراء يرحمكم الله، فقالوا هذا مصيد له، نصيده، خلاص انتهت الدعوة. قريش احتفلت لما انتشر خبر الإسراء والمعراج، فلما سألوه يا أبا بكر صاحبك يقول أنه ذهب إلى الأقصى وعرج به إلى السماوات، فقال أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه أنه يأتيه خبر السماء. إذن إخواني هذا الذي حدث، الكفر، عناد، الكفر، ادعاء أنك أنت الأفهم، أنت الأعلم، أنت الذي تصلح وغيرك لا يصلح، وهذا كان موجودا في قريش، الكبر، الكبر. وأول معصية عصاها إبليس كانت بسبب ماذا؟ الكبر. وورد في سبب عدم إسلام أبي طالب على الروايات، والله أعلم بمدى صحتها، أنه كان يتكبر أن يسجد فيضع رأسه أسفل من ظهره، تكبر أن يفعل هذا، ورد والله تعالى أعلم. الكبر. أيضا أبو جهل وأبو والوليد وعتبة وقيادات قريش كانوا يتكبرون أن يتبعون اليتيمة الفقيرة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هو؟ لماذا هو؟ إذن يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الدقة والإبداع تعقبه آية إنه على رجعه لقادر، لأنه اللي بيخلق بالبداية بهذا الإبداع وهذا السر يا عم أبو ربيع، يسهل عليه أن يعيد ماذا؟
الخلق مرة أخرى. وهذا في منظور الجانب المادي المحسوس. إذا أنت دخلت إلى غرفة مليئة بالأخشاب والمسامير وقلنا لك اصنع لنا منضدة، تصنع عندك ما يمكن أن تستعين به. لكن إذا دخلت غرفة فارغة لا أدوات ولا مواد وقلنا لك اصنع لنا منضدة، هذا أصعب، بل قد يجاور الاستحالة. وبالتالي هذا الذي كان يريد أن يوضحه الله سبحانه وتعالى في سورة قاف عندما قال أفعينا بالخلق الأول. أفعينا بالخلق الأول، أي إيش يعني الخلق الأول؟ الخلق هذا من بين الصلب والترائب حتى ينفوا أننا نخلق الخلق الآخر وهو النشأة الأخرى. إنه على رجعه، الضمير في رجعه يعود على من؟ على من؟ الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ثم قال إنه على رجعه لقادر. لقادر، لام لام ماذا؟ لا متكئ. تذكرون هذا في درس البلاغة، إنه النون الإيش المشددة، والجملة في كلها على شكل جملة اسمية وتحمل فيها معنى القسم. وعلى رجعه، لا على رجعه لقادر، هذا كلها تأكيد في البلاغة في لغة العرب. إنه على رجعه لقادر يوم. إذن الرجع هنا يكون في يوم، أي يوم؟ يوم القيامة. وصفه الله عز وجل هنا يوم تبلى السرائر. ما معنى السريرة؟ ما هو السر؟ السر هو الشيء الذي يخفيه صاحبه، وكلنا نخفي في أنفسنا ما نخفي، وهذا رحمة بالناس. لو أنني أعلم ما تخفي زوجتي عني وأعلم وتعلم هي ما أخفي عنها لما استقامت الحياة. هذا من رحمة الله أننا لا نعرف السر. ما الذي يعلم السر؟ وأخفى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يوم القيامة تبلى هذه السرائر. معنى تبلى؟ تختبر بأن تظهر للناس، تظهر للناس. لذلك من الدعاء الجميل الذي يجب أن نداوم عليه، يعني اللهم حاسبني حسابا يسيرا ولا تحاسبني حسابا عسيرا. من نوقش الحساب يوم القيامة فقد هلك. المسلم إذا ما حوسب يوم القيامة يخر لله عز وجل، ولا يناقش ولا يسأل ولا يعارض، ولا وإنما يطلب ماذا؟ الستر، ويطلب الرحمة، وألا يفضح على رؤوس الأشهاد. لكن المجرمون سيفضحون على رؤوس الأشهاد في محكمة قاضيها الله سبحانه وتعالى، ولا محامي، لا محامي. لذلك ماذا تقول الآية هنا؟ فما له في تلك المحكمة من قوة تمنعه أو يحتمي بها ولا ناصر يحميه. لا قوة ذاتية، هي معنى قوة ذاتية أنت تدفع عن نفسك الحساب، ولا قوة خارجية تأتي أن تنصرك. فهذا ضعف على ضعف. اليوم الواحد اللي بيدخل على محكمة وبيكون له واسطة، رأس مالها تلفون مع الفلان، بيجي التلفون بيقول له طلعوه. هذا في الدنيا، الغني في الدنيا وصاحب الجاه تفتح له الأبواب. لكن في تلك المحكمة فما له من قوة ذاتية تمنعه ولا ناصر من خارجه يحميه. لذلك المسلم إخواني دائما يعد زاده، لأنك لا تعلم متى الرحيل. اليوم سمعنا ثلاث وفيات في الجالية، وكلهم ماتوا فجأة، كلهم ماتوا فجأة. فهذه الدنيا، هذه هي الدنيا، لا نعلم. فالإنسان يعني يستعد قدر ما يستطيع، وعلى الأقل يبيت النية، يبيت النية. فمن بيت النية وكان صادقا أعطي أجرها وإن لم يفعلها، كما جاء في الحديث الصحيح من هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة،
ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. وقال علماء القيد هنا أن يكون لم يفعلها ليس لأنه منع منها وإنما لأنه ارتدع عن فعلها بأنه تذكر أنها ممنوعة أو أنها حرام أو سمع واعظا أو ناصحا أو مذكرا. فما له أي الإنسان من قوة ولا ناصر. ثم يعيد القسم، لاحظوا عظمة السورة يكثر فيها القسم. والسماء، رجعنا للسماء وهي عنوان هذه السورة، فضاء مخيف كبير دقيق مبدع. والسماء ذات الرجع، تقابلها الأرض ذات الصدع. اختلف المفسرون، وأنا دائما تعلمت هذا من أستاذي، يعني في التفسير لا تقف على المثال بل افهم المعنى، والأمثلة لا حصر لها. ما معنى رجع؟ ما معنى الرجوع؟ شيء كان ذاهبا وصل ثم عاد، هذا الرجوع، هذا الرجوع. وما هو الصدع؟ شيء يكون منبسطا ثم ينشق، هذا الصدع. نقول البيت مصدع، إيش يعني البيت مصدع؟ في صار في شقوق. طبيعة السماء أنها ترجع أشياء، ترجع أشياء. الآن العلماء في الزمن الماضي فهموا أنها ترجع المطر، هذا فهمهم في زمنهم. لكن اليوم ترجع ماذا السماء؟ هذا الهاتف، كيف نتصل نحن عن طريق الهواتف الخلوية؟ أليس عن طريق الأمواج؟ هذه الموجات التي تخرج ثم ترجع. الآن هذا القمر الذي يرجعها نحن اخترعناه، لكن هناك أمواج كثيرة لا نراها تعود وتذهب وتنعكس وتنكسر بسبب ماذا؟ طبيعة الغلاف الجوي. وقلنا في تعريف السماء في الحلقة الماضية، من يذكر وين حجتنا اليوم؟ ما حد قلها ولا معهاش سيارة يمكن اليوم، ما حد جابها. ما تعريف السماء؟ كل ما علاك وأظلك هو سماء. وبالتالي هذا السقف، هذا السقف يرجع ولا لا يرجع؟ يرجع. يرجع ماذا؟ الصوت. لذلك لماذا بنت العرب القباب في المساجد والمحاريب عند الأئمة؟ هذا نظام صوتي، نظام الصوت. أنت تقرأ في المحراب، والمحراب عبارة عن هذا التقعير الذي فيه هندسي. احنا اليوم ما بيبنوه بشكل هندسي دقيق، لكن لو بني بشكل هندسي دقيق تخرج الأصوات المنعكسة عنه في كل الاتجاهات. يبقى ماذا؟ ما يخرج إلى السقف، نريد أن نعيده، نريد أن نعيده، فيرتطم في القبة المقعرة ثم يرجع فيسمع كل من تحتها. هذا أصل الأمر. لذلك في المدرجات الرومانية القديمة كانت تحدث الاحتفالات ولا يوجد كهرباء ولا مايكروفونات، ولكن الكل يسمع. طبيعة البناء مرتبة بحيث أن الصوت ينتشر عبر قنوات محفورة في الإطار الجانبي لهذا المدرج حيث الكل يستمع. هذا إبداع البشر، ما بالك بإبداع خالق البشر. إذن السماء ليس فقط ترجع البخار إلى أمطار، هذا موجود. هل هذا هو التفسير؟ هذا مثال، هذا مثال. ترجع الصوت، ترجع المطر، ترجع أيضا الشعاع، ترجع الأمواج التي الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية. هناك رجوع كثير، سبحانك رب. هذا ما نعلمه، وما لا نعلمه الكثير الكثير. في نظريات درسناها في أيام المدرسة دكتور ربحي، إنه في ناس عم بتفكر الآن تسترجع من الفضاء أصواتا قيلت منذ آلاف السنوات، لأنهم قالوا أن الصوت مادة، والمادة لا تفنى ولا تستحدث ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. فإذا استطعنا أن نخترع جهازا يلتقط، كما الآن الراديو، ما هو الراديو؟ لاقط. يلقط ماذا؟ يعني الآن في هذه الغرفة هناك آلاف الملايين الملايين من الأمواج الصوتية التي وصلتنا من كل أنحاء الكرة الأرضية، من روسيا واليابان وكوريا، لكن لماذا لا نسمعها؟
لأن أذن الإنسان تسمع ترددا معينا من إلى، تحتاج إلى أذن مختلفة لاقط معين. افتح الراديو الآن تسمع هذا يغني وهذا يدندن وهذا يلعب وهذا ينبئ وهكذا. طيب هل نستطيع أن نسترجع خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما تولى الخلافة؟ نظريا نعم، يعني من ناحية نظرية علمية الأصل أننا نستطيع. ما الذي ينقصنا الآن؟ الاختراع الذي يمكن أن يتتبع هذه الموجات القديمة ويعرف أين هي ثم يسترجعها، يعني من ناحية علمية ممكن. ما نجحنا، لكن قد ينجح الجيل القادم. إذن لما نقول والسماء ذات الرجع نظلم الآية عندما نقول أنها ترجع المطر وهذا هو المعنى. لا، هذا معنى، هذا خلق عظيم ترجع أشياء كثيرة جدا. طيب لما نقول ذات الشيء، السماء ذات الرجع، هذه صفة، صفة السماء أنها دائما ترجع، أليس كذلك؟ لما نقول فلان ذو خبرة، فلان ذو خبرة وهي ذات تجربة، أن هذا صفة صارت ملازمة، صفة ملازمة. وهنا الفرق في بلاغة العرب بين صاحب الشيء وذو الشيء. من هو الأبلغ؟ ذو. صاحب يعني عنده شيء، لكن لما نقول ذو مرة فاستوى، ذو هذا مبدع أكثر، ملازم أكثر، وبالتالي فيه إبداع. والأرض، أي أرض؟ أرضنا، هذه لام العهد، لام العهد. والأرض ذات الصدع، تتشقق الأرض فيخرج منها ماذا؟ العلماء لما فسروا قالوا يخرج منها النبات، يخرج منها النبات، لكن هذا فقط ما يخرج من الأرض؟ طب والغاز والبترول ولا شو الآن الحرب الموجودة في العالم على شو؟ على البقدونس والخيار اللي بيطلع من الأرض عم أبو ربيع؟ أبدا أبدا، الغاز والبترول والماء هذا الذي سيتصارع عليه الناس. إذن أيضا نظلم الآية إذا ما ذهبنا إلى التفسير القديم أنها تخرج النبت، تتشقق فتخرج النبت. لا، هذا مثال، هذا مثال، وأن الأرض تخرج كنوز، الذهب يخرج والماء يخرج والغاز يخرج والبنزين يخرج والنبات يخرج، وأيضا ماذا يخرج؟ ركاز الأرض، المعادن، هذه المعادن التي تكون في البراكين، ويخرج منها أيضا يعني الدود والحيوانات التي لا نعرفها ولكنها ضرورة كبيرة لحياة البشر، لولاها لما استقامت حياتنا. إذن هذه التصدعات في الأرض يخرج منها أشياء كثيرة مهيلة مهولة لا نعرف حقيقة يعني إحصاء لها، فالخيال هنا واسع. إنه لقول فصل، ما هو القول الفصل؟ القرآن، لأنه موضوع الجزء، موضوع السورة الكلام عن صدقية الوحي. إنه لقول فصل، إما أن الضمير يعود على الكلام السابق وهو جزء من القرآن فلا نفسر بالمثال وإنما نعطي المعنى الأشمل. هذا القول قول فصل، إيش يعني قول فصل؟ لما نقول فصل القاضي في القضية، أيوة، لا مجال للنقد، لا مجال للنقد ولا للاستئناف. لذلك ورد في القرآن وفصل الخطاب، وفصل الخطاب. إحنا لما تصبح قضية كبيرة بنقول من يفصل فيها؟ نذهب إلى أهل الحل والعقد، هم من يفصلون. فهذا القول الفصل الذي لا نقض ولا نقد ولا نقص ولا استئناف ولا تتبع عليه. القرآن الكريم حق، إنه لا، لا ماذا؟ التأكيد، لقول فصل. كل ما جاء في القرآن، ومن جملة ما جاء في القرآن وعد الله عز وجل بنصر المؤمنين، وما هو، لذلك هذا بسموه إيش؟ عطف بيان، عطف بيان.
إذا ما فهمتها الأولى بنفهمك إياها الثانية. إنه لقول فصل، مش فاهم. وما هو بالهزل، ربنا مش عم ما هو الهزل؟ عدم الصدق، عدم الصدق. لذلك ورد حديث نريد نحن أن نتمثله حقيقة خير التمثيل، إنه لا تخلطن جد بهزل. بعض الناس لا تعرف هو جاد ولا مازح، هي جادة ولا مازحة. لا، ما يجوز. ليش؟ لأنه أنت تضع الناس في حيرة. فالمسلم لا يخلط الجد أو الجد بالهزل، وإنما يفصل. لذلك في مقام المزح نمزح، لكن في مقام الجد نكون جادين. بعض الناس أقرب إلى السفاهة، مع احترامنا للجميع، يكون أقرب إلى السفاهة، لا تعرف إن كان جادا أم هازلا. وبعض الناس يختار المكان الغلط والظرف الغلط، فيجده في العزاء يضحك. الناس في عزاء وفي حزن وأنت تنكت وتضحك، ما ينبغي. هذا بيسموه من خوارم المروءة. والبعض في الأفراح ينكد على الناس، يبكي ويأتي بقصص الحزن وما شابه. أو البعض يذهب إلى زيارة مريض في المستشفى فيبدأ يقول له قصص سابقة لمرضى لم يعيشوا إلا أسبوعاً. أسبوعاً. لذلك ورد أن زائراً زار الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، فبدأ يتكلم بهذا الكلام، فلما غادر قال لا تعد، يعني جزاك الله خير ولا تعد، ما تجي مرة أخرى. ما ينبغي إنسان لما تزور مريض بدك ترفع من ماذا؟ من معنوياته، لأن معظم الناس معنوياته بترفع من همته. سبحان الله، حتى قد يتفاعل الجسد مع الجانب، هاي الدكتور شيخ تخصصه، يتفاعل الجسد مع الإيحاء. وهذا أنا قرأت مرة مقال للطب الياباني في اليابان، يعالجون بالإيحاء. إيش الإيحاء؟ بسموه الموكينج، يعني أنت تخدع مش تخدع، توحي لنفسك بعكس الواقع، فينخدع الجسد بالإيحاء فيشتد عوده. سبحان الله، يعني أن تقول أنا لست مريضا، أنا لست متعبا. وهذا جربناه في موضوع السهر والقيام على صلاة الفجر. إذا سهرت للساعة الثانية صباحا، وعندما ذهبتم للنوم أوحيتم لأنفسكم ما يلي: والله أنا هلكان تعبان وشكلي ما راح أصحى على الفجر، لن تستيقظ على الفجر لو حطيت 1000 منبه. لماذا؟ هذا بسموه الإيحاء، أوحيت إلى عقلك الباطن ونفسك فتبرمج الجسم. لكن لو أوحيت العكس: أنا قوي وإن شاء الله سأستيقظ وسأقوم وسأدي الفريضة، ستستيقظ. هذا مجرب وأنتم جربتموه أكيد. هذا لذلك يستفاد هذا منه في موضوع التربية. إذا واحد عنده خيبة أمل ماذا تفعل؟ ترفع من معنوياته. واحد فشل في مشروع تذهب وترفع من معنوياته، تؤازره. هذا واجعل لي هارون واجعل لي وزيرا. من هو وزير موسى؟ هارون وزيرا، مش هيك؟ ايش الوزير؟ ايش الوزير؟ هو من يشد العضد ويؤازر. وبالتالي الآية ستأتي إن شاء الله تعالى. نعم، اشدد به أزري، أحسنت، بارك الله فيك. لكن أنا أبحث عن آية أخرى تأتي إن شاء الله. فهذا الإيحاء مهم جدا. والآن في المدارس الخاصة التي تدرس القيادات، بتصنع القيادات، يعملوا على مثل هذا الأمر. يعني في متخصصين يزرعوا في عقول الطلبة بالإيحاء، أنك يمكن أن تفعل ويجب. نعم، أولاد لا بشكل عام، من يستطيع أن يعني يضع ولده في هذه المدارس أو عند هؤلاء المدربين حقيقة يصنع المستحيل. لماذا؟ كله إيحاء إيحاء. إحنا في زماننا للأسف الشديد مدارسنا كان إيحاء بس سلبي. شو بفهمك؟ رح نأخذه بعدين، فأسكت ما تسأل. وأكثر شيء كان يعقد هذا: كتف إيديك. كنا نجلس بهذه الطريقة: كتف إيديك، مش هيك يا دكتور؟ هذا كله كبت للإبداع،
كابت الإبداع. لذلك بروي الدكتور سويدان بيقول عملوا تجربة. أنا الوقت معي ولا مش معي؟ أي ساعة الصلاة على 10؟ طيب بلاش نحكي القصة. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم عائدة على من؟ كل من يكيد حتى لو كانوا مسلمين. ما في مسلمين يوم بيكيدوا، مين اللي بيكيد لأهل غزة اليوم؟ إنهم على من؟ من هو عدو لله عز وجل ولدعوته. يكيدون، يكيدون مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ماذا يفيد الفعل المضارع؟ الاستمرار، ليس فقط الاستمرار، قال والتغير، يعني في تبدل. اليوم بيجيك بخطة من هنا، غدا بخطة من هناك، موضوع من الداخل من الخارج، فقط جهة معينة، يتبدل الفعل المضارع، سموه يحدث ويتغير ويتجدد. إنهم يكيدون، وربنا عم بيأكد كيدا، ما عم يمزحوا، ما عم بيناموا، ما عم بيأسوا، ما عم بيحبطوا. كلما فشلت خطة بدأوا أخرى. هذا ديدن الباطل، ديدن الباطل. لكن رحمة بنا، من الذي يقابلهم؟ ماذا، ما طلب الله منا؟ قال وكيدوا أنتم كيدا. قال لا، هذا أمر لي أنا. وأكيدوا فعل مضارع أيضا، كيدا. من ناحية عقائدية الآن، هل يجوز أن نقول أن الله من أسمائه أنه الكائد؟ هل يجوز هذا؟ لا. طيب كيف نخرج هذه الآية؟ هي ربنا قال وأكيد. أيوة أحسنت، هذه مشاكلة لفظية. إيش يعني مشاكلة؟ مشابهة. جاء الجواب من جنس الفعل، من جنس الفعل. هيك إذا بتسمعوا مرة حماة وكنا بيضربوا بعض، تلاقيها الأمثال العربية، تلاقي الحماة بتضرب المثال، الكنة بتعطيها المثال على نفس الوزن. هي مشاكلة لفظية، بيكون عندهم خبرة، أو الحماة مع الحماة بيلتقوا، إم الزوجة وإم الزوج، وهذه تتكلم وهذه تتكلم، مبدعات ما شاء الله على القافية والوزن. هذه مشاكلة لفظية. لذلك الله عز وجل لا ينسب إليه الصفات السلبية، صفات السلبية تكلمنا في هذا في مواضيع سابقة. وأكيد كيدا، فهذه من رحمة ربنا إخواني أن الله تكفل برد الكيد، لكن طلب منا ماذا؟ أن نتعلم من الدروس. إذا جربت طريقة ووصلت بك إلى نتيجة، ثم أعدت الطريقة نفسها وكنت تتوقع نتيجة أخرى، فهذه هي السفهة. لأن المنطق لا يحابي الأشخاص. نأخذ مثال ونختصر، يعني في أحد، هل حاب المنطق الإنساني النبي والصحابة الكرام عليه الصلاة والسلام؟ لم يحابيهم. من أخذ بالأسباب وصل. كسرتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دفعتم الثمن. وبالتالي قال أهل الإدارة لا اجتهاد فيما اتفق عليه. اتفقنا كمجموعة أن نكون في الساعة الخامسة، خلاص ما بيصير واحد يقول لا بنروح على 5:30، تم الاتفاق. لذلك أنا عندي قانون يعني أطبقه في، وأرجو أن يعني يتقبل أو يعني يتبنى، أنت والناس سواسية. هذا ما أفهمه في كيف التعامل مع يعني العمل النقابة أو العمل العام، حتى يحترم كل منا الآخرين، وأنك لست فقط الذي تفهم، وأنت لست فقط الذي تعلم، وأنت لست فقط الذي تصلح لهذا. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب يجب أن ندرس هذه الشخصية. ثاني يوم ثالث يوم صار خليفة، شاف إنه الصحابة كلهم كل واحد ركب سيارته على شغله، ركب سيارته على يعني معنى آخر تركوه طلعوا. فأمر كثير من الصحابة منعهم من السفر، منعهم من الخروج. كنت لبسوني إياها بلغتنا اليوم، تركتموني لوحدي؟ لا والله ما تخرجون، تبقوا معي تتحملوا المسؤولية. لاحظوا يعني درجة النباهة، هذا تكليف. فكان يبقي كثير من الصحابة في المدينة حوله، تحملها مع بعض.
أما وضعتوها عصبتوها في 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 رقبتي وذهبتم، هذا من فطنته. لكن لو واحد اليوم طلعوهم أنا لحالي، أنا اللي بفهم وأنا الرئيس، هذا من الجهل، هذا من الجهل. طيب، وأكيد كيدا، فمهل، فمهل، هذا فعل أمر مخاطب به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد عليه السلام، لا تتعجلني في عقاب أعدائك. يا الله، لماذا يا ربي؟ لأن وجودهم ضروري لانتشار دعوتك. وجود الصد مهم في سرعة وقوة الانتشار. لولا الصد الذي كان لما عرف هرقل ولا الفرس ولا عرفت العرب بالدعوة في مكة، ولا عرف النجاشي. فهذه الحركة الصدام التي حدثت في المجتمع المكي كمجتمع عربي متناغم، يعني كان في تناغم بين قريش والقبائل، كل عارف حصصه متفقين. لما صار الصدام اختل الميزان، فلما اختل الميزان بدأ الناس تسأل ما الذي حصل؟ والله هناك شخص اسمه محمد يدعي النبوة. لذلك أدعوكم إلى أن تقرأوا ماذا فعل هرقل بأبي سفيان. أبو سفيان كان مسافرا في التجارة بعد صلح الحديبية في سنتين، تذكرون، استغل الكل الفرصة واهتم بتجارته، فخرج أبو سفيان. فلما وصلت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، هرقل يعلم أنه لا تخلو مدينة رومية من عرب يذهبوا التجارة، فقال ابحثوا لي عن عربا قبل أن يقرأ الخطاب. كان ذكيا، قبل ما يقرأ الرسالة أراد أن يجمع معلومات عن صاحب الرسالة، لأنه كان متدينا وكان يعلم أن هذا زمان خاتم النبيين، يعلم. والرجل قاب قوسين من الإسلام، لكن منعه ماذا؟ كما جاء في الروايات، منعه الملأ. فجابوا له أبو سفيان مع خدمه وحشمه ويعني من كانوا معهم في القافية. تعلمون القصة، لكن مختصر القصة إنه ليش احنا ذكرنا القصة؟ احسنت. الله عز وجل يريد من ابي سفيان ان يكون سفيرا لمحمد وهو كافر. لذلك ابو سفيان بيقول رغبت ان اكذب على محمد لكن استحييت ان يؤثر عني اني كذبت. هذه من شهامة العرب. لذلك هذا جواب لماذا اختار الله مكة والعرب. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه أمة عريقة، حتى لو كان فيها من الضعف، لكن أمة عندها أخلاق. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثت لأتمم. فاستحى، لكنه استثمر ثغرة من سؤال هرقل لما قال هل يغدر بكم، هل غدر؟ فماذا قال أبو سفيان؟ نحن معه على اتفاق، فلا نعلم ماذا يأتي منه من هذا الاتفاق. اتفاق ماذا؟ صلح الحديبية. يعني قال ما وجدت ثغرة إلا هذا أن أشكك في محمد عند هرقل. فطبعا كانت النتيجة لئن صدقت، قال لئن صدقت والله لا يأخذن مكان رجلي هاتين، ولو كنت محلك، لو كنت مكانك لا غسلت عن رجليه، أو كما قال هرقل. أو أدرك أنه نبي كان يريد أن يؤمن، لكن منعه ماذا؟ ملأه. وأكيد كيد فمهل. من يعطيني آية شبيهة بمهل؟ وردت في سورة مشهورة، ذرني ومن خلقت وحيدا. ما معنى ذرني هنا؟ لا تتعجل يا محمد ويا مسلمين اليوم، لا تتعجلوا بإهلاك الظالمين. ليش؟ وجودهم ضروري. أنتم لا تعلمون، الله يعلم، الله يعلم. وجودهم ضروري ليكونوا سفراء لكم دون أن تعلموا. هذا واقع بكل التاريخ. سبحانك يا رب. فمهل الكافرين، ستكون إن شاء الله خير بإذن الله عز وجل لقضيتنا. فمهل الكافرين
أمهلهم. هذه من إبداعات اللغة، مهل أمهل، مهل أمهل. لكن لما قال أمهل جاء بصفة وهي الرويدة. ما هو الرويدة؟ في تخطيط، في تخطيط خفي، كما جاء في سورة المدثر سأرهقه صعودا. إيش الصعود؟ درجة درجة، لكن الدرجة القادمة أكبر، الدرجة الأكبر أكبر أكبر إلى أن يسقط. وهكذا رويدا في تخطيط إلهي إخواني، ومطلوب منا أن نثق بالله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله غطينا جزءا من هذه السورة العظيمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.